يلا جاهزة؟ هلا اللي بدي اعمله بدي ارجع اضيف مية اللومي على الرز شوية بعد ما ضربته فوق الصوص ومع مي ثانية بتضيف وبعدين الباقي بكمله مي عادي. اوكي شو رايك نعيد الريسيبي والوصفة للناس اللي ما لحقوا؟ اوكي يلا اقرأ المقادير. مقادير كبسة سعودية، رز بسمتي 2 كوب، دجاجة، توم 5 سنان، 3 بصلات مقطعين ناعم، بندورة كيلو مفرومة ناعم كمان، كزبرة نص كوب، زنجبيل معلقة صغيرة، فلفل أخضر 3 حبات مقطعين ناعم، كبشة قرنفل حب رشة معلقة صغيرة بس للنكهة، معجون صلصة بندورة باكتين صغار، بهارات كبسة 3 معالق لـ4 معالق كبار حسب الكمية، خلينا نقول معلقة صغيرة ملح، لومي 10 حبات، رز وصنوبر وزبيب للزينة. سلطة البندورة اللي هلا رح نعملها، بندورة مبروشة 5 حبات، سنين توم، فلفل أخضر مقطع ناعم، فلفل حار حسب الرغبة. يلا هلا بدك تعمل السلطة؟ يلا بس بدي أفقد الدجاج. هلا السلطة كتير سهلة، احنا رح نبرشها بيسكلي، مش تقطعيها؟ لا منبرشها اسهل واطيب بتطلع نكهتها زي اللي كانت مبروشة لنفس الطبق. بنقسمها من النص، بجيب المبرشة بهاي الطريقة، انا ما بضطر اقشر البندورة. ليه لاحظت جديدة الطريقة؟ بقسمها من النص وببرشها بتطلع القشرة لحالها، بس يعني سهلة. يعني نظرا للوضع الاقتصادي الراهن مش نص البندورة برا؟ لا ما راحت ديار. شو ما راحت؟ قلت ربع راح. طب بنحفها اكثر شوي ديار عشان ما نخسر البندورة، بس بخسر ايدي بعدين. لا شوي شوي عمهلك. انا سالتك على ريما. ريما برافو عليها، ماشيه كثير منيح. هلا صارت نازله 5.5 كيلو تقريبا بثلاث اسابيع، وبنستناها الاسبوع الجاي نشوف كمان قد ايه بتنزل. الاسبوع الجاي رح نعمل لها ملخص الشهر كمان، نشوف قد ايه نسبه الدهون كمان نزلت مش بس الوزن. طبعا هلا هي عم تنزل رجيم مع رياضه. هلا بلشت رياضه لها اسبوع تقريبا بالرياضه، ماشيه كثير منيح، عم بيحاول المدرب يزيد لها لياقتها اكثر. بالرياضه وكمان عم تتعلم اشياء جديده، تعلمت كيف تقرا الملصقه الغذائيه، كيف تعمل شوبينج صح، لانه اول اسبوع اجت بتقول لي ماكله بسكوت دايت ومبسوطه على حالها. طلع فيه طلع طبعا، يعني حتى لو دايت ضروري نكون واعيين اكثر ونطلع دايت بس قد ايه دايت، يعني شو اللي قال فيه، شو الكالوريز اللي احط. في معنا كمان اتصال، معنا ميساء. ميساء كيفك؟ مرحبا، اهلا كيفك؟ اهلا فيكي، يعطيكم العافية. الله يعافيكي رزان، الله يعافيك العافية، كثير أحلاتك طيبة، دائما بتابعك. الله يعافيكي، شكرا ميسا. ديانا يعني بعيدا عن الكبسة طبعا، حابة أحكي بموضوع، بما أنه هلأ اللي بيشاهدونا أغلبهم أمهات طبعا بهذا الوقت الطبخ وهيك، ما إلوش علاقة شوي بالطبخ، بس عبر شاشتكم يعني بحب أحكي لكل الأمهات، يعني اللي بيسوقوا بسيارات واللي معهم أولاد صغار، حطوا الحزام لأولادهم الصغار ويضلوا دايرين بالهم، لأنه يعني الطفل هذا مسؤوليتنا لما بيكون بالسيارة. مرات بنشوف ناس مطلعين أولادهم من الشباك أو مثلاً قاعدين بدون حزام أو هيك. كتير بحكي مع أمهات أو بيقولوا لي أنا بدير بالي أو بسوق شوي شوي أو هيك، ما هو في ناس غيرنا بالشارع مرات ما بتكون دايرة بالها، صح، والكارز بيسوق شوي شوي كمان. لا هي ما لها علاقه بال يعني، خصوصا الست اللي بتكون قاعده بالجنب جنب السائق وحاطه البيبي او الطفل بحضنها، هذا البيبي صار هو عباره عن الايرباج اللي لما بتعمل حادث بنتفخ صار الولد هو اللي بحميها. فيعني لو بفهم للاسف. والله يا ميسه هاي ملاحظه كثير حلوه، وانا رح كمان اضم صوتي لصوتك واكثر اشد على الامهات وعلى الاباء وعلى كل حدا بتساهل بموضوع حزام الامان وبتساهل بموضوع ولد قاعد وراسه طالع من الشباك واقف بيلعب بالسياره طالعينه من السقف مثلا. وبتعرفي كمان ديالا بضيف كمان اكثر، انه مش بس اللي قاعد قدام، يعني احنا بنضل دائما عندنا مبدا بس اللي قاعد قدام يحط حزام الامان، اللي قاعد ورا بيتضرر وبيأذي اللي قاعد قدام اكثر،
لما ما بيكون حاط حزام الامان. صح. هلا في عندك دول برا بامريكا واوروبا بخالفوا على الحزام الخلفي. اللي بدي بس ممكن اضيف شيء ثاني. تفضل. انه يعني بس نداء انه كل ام تحط حزامها هي اول شيء، لانه هي مسؤوله عن كل هذا البيت وهي قدوه بهم تربي اولادها. وثاني شيء انه عن جد الاولاد هذول ما بيعرفوا مصلحتهم، فلو انت ما حطيتي له الحزام ما رح يحطه ورح تتسببي انت له في مشكله. فشكرا كثير لكم على هالبرنامج. شكرا لك وعلى الملاحظه الحلوه. هاف ا نايس داي. شكرا يا ميساء. شكرا. عن جد ملاحظة كثير في محلها، كثير مهمة. يعني يا ريت الأمن العام يخالفوا، مش بس اللي بيحكي على التليفون، مش بس اللي مش حاطط حزام الأمان، لا يشددوا على الجنب السائق ويشددوا يخالفوا اللي حاملة ولد بحضنها. مزبوط، هاي كثير بشوفها. كون الأب مبسوط على ابنه إنه ابنه قاعد عم بيسوق، يعني مش عارف إنه هو عم بضره أكثر. إذا بالنهاية نحن عنا إنه التوعية، فقبل ما أخالفك أوعيك. بالضبط، أكيد لازم دائما نركز عليها. حتى موضوع اللي بالكرسي الوردي، لا أنا في مرة أعطونا دورة بشغل اشتغلته قبل عن السلامة، وقد كانوا مهتمين لسلامتنا وسلامة العيلة. فكانوا عم بفرجونا دوكيومنتري انه الولد اللي قاعد ورا مش حاط حزام الامان، لما ضربت الام بريك طار، هو اللي قتل امه لانه اجى خبطته على رقبتها، هي حاطه حزام الامان فهو اللي قتلها لانه مش حاط حزام الامان. فما نستهين ابدا باللي قاعد ورا، لانه بيصير قنبله بالسياره عم يتحرك يمين وشمال، بيأذي حاله بيأذي اللي معه بالسياره كمان. بس احنا يعني ما حنأذي حدا، يعني ان شاء الله الكل ان شاء الله ان الناس تتوعى للجميع. هلأ الرز ديالا صار منظره كتير بشهي، عم ينخلط بالصوص واللومي. بتحبي تاخدي نظرة؟ بحب أخذ نظرة، بس بحب نشوف أسأل سؤال إنه ليش نحن لما نسافر برا بنتأيد في القوانين؟ للأسف. ليش جوا بلدنا القوانين عنا آخر همنا؟ لازم تكون من جواتنا مقتنعين فيها. واو. ومش نحط عشان نتخالف، عشان نحن خايفين فعلا صحي أكتر لنا. هلأ بنتركها أكتر لحتى تستوي. بس نطول اللي عملناها، طولي نشوف الجاج أول شيء ونزينهم. أوكي. هلا الجاج رح يطلع بهاي الطريقة. حط لك شيء تحته. أوكي. بدنا كمان واحدة للرز. وين راحت الثانية؟ هلا الرز إحنا ما حطيناه بالفرن بس سخناه. تحطي هون عشان نزينه. اوكي اوكي. هاي السلطه اللي عملتيها حطيناها على ما ظنيت بسموها بالسعوديه دقس. والله ما كنت بعرف اسمها. دقس دقس. وعملنا الدقس جنب الكبسه. فاذا ما حطيتي فلفل حار انت؟ لا ما حطيت فلفل حار عشان اذا في اولاد صغار بدهم ياكلوها ما تكون. ان شاء الله اليوم كلياتهم كبار بحبوا البحر بنضيف لهم. ما حدا جايب اولادهم اليوم. اوكي. فهلا الرز وبنحط طبعا على وجهه الدجاج. ماخذ من نكهه الكبسه من البهارات اللي حطيناها والطعم الاحمر كمان. طب والدجاج اللي حطيتيه على الرز اللي على النار قد ايه بده وقت؟ بده تقريبا زي ما بنطبخ الرز شيء ساعه. بس ما تي بده ساعه؟ لانه بدنا نوطيه هلا، بعد شوي بنوطيه على الاخر وبنتركه حسب الكميه. نقصر الكميه صح؟ كمان الكميه كثيره بالضبط. خليها عالي. لا بدي احط هدول هون عشان كي معلقه بس عشان الصوص لانه حضرناه. شو رايك انت يا لا؟ والله ممتاز. هلا بدي رايك بس تذوقي. بس كان لازم حطيتي سدر. سدر ما هو لصعوبه المكان بس. واسهل للحمل يعني. حطيناها ببايركس، المفروض تكون بسدر اكيد كبسه زي المنسف. اوكي نوزعهم. يعني ديال النكهة مش كتير رح تختلف لما قمنا الزيت والزبدة والسمنة النكهة موجودة بالبهارات زي ما دايما بنقول. مزينها كمان بشوية فستق ولوز وزبيب. سوري صنوبر ولوز وزبيب. كمية بسيطة. ليش مبسطيتها اليوم الكمية؟ بسيطها عشان مش كل اشي بكتره ديالا، احنا بناخد النكهة والفايدة. احط لك زيادة هون. خلص بكفي. حبه ونص بكفي. هلا بدك تاخذي من هون؟ لا بزيح.
يلا هيك صار تمام. سخنة ديالا انتبه. حرقتك؟ لا شوي بردت شوي. اوكي اوكي والرز هون لسه عم يغلي. هلا الحلو بالبسمتي فيكي بس تبدا تنشف المي بس يكون استوى طبعا انه تطفيه وتتركيه وتغطيه بيستوي على على البخار يعني تقريبا. وهيك بنكون وصلنا نهاية دنيا خلصنا. دنيا الوصفة هاي بتشوفوها على اليوتيوب إن شاء الله اليوم بالليل أو بكرة الصبح بتكون بالكثير نازلة. تكونوا استمتعتوا معنا يا رب زي ما احنا استمتعنا زي ما احنا كثير استمتعنا معكم وبالأكلة. بنذكركم بالويب سايت لا كله شايفته يعني شايفوها بس مش مبكرة لا لأنه حسيتك دنيا دنيا أكيد @rouya.tv ونقول لكم إلى اللقاء بكرة في حلقة جديدة من دنيا دنيا. باي رزان باي ديالا. باي باي.